السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير ان شاء الله. الله بيدي يلقاكم بخير وعلى خير في احسن احوالكم. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشارك معكم يعني جميع المراحل اللي غادي نخدم بها بواحد جليلي، ونتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتنال الاعجاب مولاتها كنقولها من هنا مسبقا يعني بالصحه والراحه. كيف ما كتشوفوا معايا هاد الجليلي با فيها خدمه حصيره وفيها قرميطه. صراحه الخدمه ديالها شويه صعيبه، كتبغي التركيز يعني ماشي بحال اي خدمه، وفيها حتى الطرز الرباطي، فهي كتجي على هذا الشكل. المهم هي كتجي مطرزه بهذا بحال الشكل ديال السنبوله نقولوا، على الطوق كامل. ومن التحت خدمت ليها هكا حيت فيها القنويطه فيها الحصيره من التحت هكا. فكره حتى للبنات اللي كيخدموا ولا اللي بغات تخدم شي حاجه، درت لها شويه حصيره شويه قرميطه كما كتشوفوا معايا، شويه حصيره وشويه قرميطه. هاد اللون راه غوزان ديال بحال نيت هكا كيما كيبان لكم، هذا هو اللون. غير هنايا اللون ديال الحرير اللي كيبان مغلوق، اما راه في نفس اللون ديال التويب. فغادي نكمل الطوق. بالنسبه للطوق البنات اللي غادي يسولوني، المهم هو راه في السنتيم اكثر من 7 سنتيم، واقيلا فيها شي 7 سنتيم ونص. فهي كتجي هاد الخدمه عريضه، يمكن يعني اي وحده يمكن لك يعني تصغريها، ولكن هاد السيده يعني بغاتها هكا عريضه. بالنسبه للغرزه فيها 36 غرزه، فيها 36 غرزه كما كتشوفوا. المهم راه دابا ما غاديش تبان لكم حتى تكمل ان شاء الله وتصلاح والتفينه عاد تبان. المهم نشارك معكم مرحله بمرحله حتى نسالي الطوق، غادي نشارك معكم ان شاء الله ونشارك معكم طريزه غادي ندير ليها، ومن بعد تمونط عند السيده اللي كدير لنا هذا الملاقيه. ما كنخدمش انا، ما كاينين معايا البنات يعني اللي كيخدموا. وصافي يلا نخليكم، وخليو لي واحد اللايك كتشجيع منكم. فانا قررت هكا بقلوح دائما لي فيديو باش تطلع لي القناه، ان شاء الله نخدم عليها هكا. ونتمنى منكم تعاونوني باللي لايك ديالكم، بالتعليق الزوينين ديالكم ان شاء الله، وتشجيعاتكم علاش لا هكا نطلعوا القناه ان شاء الله باذن الله. وتبارطاجيو يعني البارطاج ديال القناه، كل ما شافوها عدد كبر من الناس يعني هكا اليوتيوب كيقترها على الناس بزاف بزاف. شكرا لكم، خليكم معايا. ها انتم البنات، المهم راه كمال الطوق دابا. المهم نشارك معكم الجليبه دابا الدريس، نشارك معكم هكا واحد لاسيس باش ديروها غايجيكم يعني دريس مفيني كما كنقولوا. شفتو كندير هنا الدريس ديال واحد، راه قربت لكم درت لكم بالزوم باش تبان لكم. كندير هنا الدريس ديال واحد، عاد كندير الدرس هذا الشكل يعني مولات الجلابه اللي اختارته. صراحه جا زوين خاصه في القبيب، جا زوين باين هكا عزيزه عليها، هي عزيزه عليها الدريس يكون باين. كل واحد يعني والذوق ديالو، كنمشيو على حساب الطلبيات ديال الناس كما كنقول لكم. ها انتم على هذا الشكل، يلا فينيتو. المهم راه بياسه مساء ما تصلحات ما والو، ان شاء الله دابا ما بقى ليا غير هذا نسالي ليها الفينيسيون نصلحها ونشاركها معكم. وقولوا لي الراي ديالكم. فهذا هو الشكل النهائي يعني ديال الجلابه، نتمنى انها تعجبكم. صراحه طلعت لها فنه ما شاء الله، شوفوا الخدمه كيفاش غاده. الدريس ديالها فينيسيون، شوفوا ليا ها هو الدريس كما قلت لكم كيفاش جا في القبيب وحتى في الكميمات، مجموعه كلها بالملاقيه. راه دائما راه كنزومي باش نوريها لكم كيفاش كتجي الخدمه غاده مقاده، اللهم لك الحمد. جات فنه، هيا ها هو الطوق. كما كنت وريت لكم من قبل انا مخدومه هكا بحصيره وقرميطه، كغابل على كيفاش مخدوم الطوق. ها انتما كيفاش كتجي، شفتوا الخدمه كيفاش غاده. فنه ما شاء الله، كنقول لها من هنا بالصحه والراحه. فهي كليانه يعني دائما كتخدم عندي لي بياس ديالها، كتعجبها الرنده الصراحه. فبالنسبه للبنات هكا اللي كيسولوا فين كاينه، انا كاينه في اكادير. غنخلي لكم نمره التليفون في العنوان ديال لا فيديو باش هكا اللي بغات شي حاجه تواصل معايا، فمرحبا بكم. اولا هكا اللي شي وحده اللي كانت بعيده راه كنصيفطو باغ امانه كتوصلك الجليبه حتى للدار. مرحبا بكم كاملين.